يو طلبهم الأخ الرئيس مرزوق الغانم مشكور بحضور رئيس الحكومة قبل لا تتخذ الحكومة قرارها بالزيادة. قالوا يبقى جمدوا على ما علاقة بداية دور العقاد تم العرض أن تعويم الأسعار مقابل بديل يقدم للمواطن. جاءت الحكومة هي. ما ردت عليهم، ما ردت على الرئيس ما ولا ردت على المجلس كله. ليش؟ شو السبب يعني؟ ليش هم ماشيين؟ لأن يعتقدون أن هناك موافقة ضمنية على وثيقة ما سموا وثيقتهم الاقتصادية وهم ماشيين بهالدرب. زين يبقى أتي أنت مرة ثانية شو تسوي بهالحالة؟ شو الخيارات المتاحة؟ الإخوان اجتهدوا، منهم قال جلسة طارئة، لأن بين طلب الجلسة الطارئة في يومها إلى حين بداية دور انعقاد أكثر من شهر، وكانت فترة طويلة جدا، والأمر يستوجب أن يناقش بشكل دستوري، وفعلا وقع عليه 35 نائب، بعضهم قطعوا إجازاتهم. أوكي. إلا أن يمكن، أنا ماني عارف شنو الأسباب، مع أن أنا أعتقد شخصيا أن أركان طلب الجلسة الطارئة مكتملة والعدد كامل. زين قال الرئيس أنك إجراءات طويلة، ويمكن ما صار، لأن في النهاية الطلب قال بتوافق الحكومة وأن المجلس يشوفون، لأن التاريخ تقديم الطلب كان في نفس يوم تقديمه، ما تيسرت الأمور، وخاصة أن حاليا إحنا على يعني أسبوعين كم يوم إلى دور انعقاد عادي. إذن أنا أي أجتمع وياهم مرة ثانية يعني شبي يعني أترجاهم يعني يعني ما هو تصريحاتهم واضحة. لذلك أنا أعتقد يعني اجتماع الأربعاء هذا ما له داعي. أوكي. كلام أيضا ناب صالح عاشور صرح أنه ما راح يحضر هذا الاجتماع، وأن هذا خاصة أن الجلسة الطارئة أوجب حتى تكون هناك علانية وليست سرية. طبعا وهذا دورنا. أنت راح تحضر الاجتماع الأربعاء؟ لا ما راح أحضر الاجتماع. ما راح تحضر الاجتماع الأربعاء؟ لا أحضر الاجتماع الأربعاء. إذن جمال العمر لن يحضر اجتماع الأربعاء؟ لا أحضر، وأدعو زملاء النواب عدم الحضور. تدعوهم لعدم الحضور؟ طبعا. ليش؟ لأن لو هي الحكومة التفتت حق اجتماعكم الأولي وجمدت الأسعار واحترمت طلبكم لما وصلنا لهالمرحلة. رئيس المجلس كان واضح يقول نحن نريد العنب وليس الناطور. قد يكون هذا تكسب انتخابي. عزيزي ما نبي التكسب الانتخابي. انت قاعد تتكسب انتخابي انت وصالح عاشور. اسمح لي. شوف احنا عندنا مشكلتين، لا يبقى احنا نبي العنب ونبي الناطور.